السلام عليكم. وعليك السلام. الراجل اللي بيغير المواضيع، تفضل. لا لا لا، ما غير مواضيع، بنفس الموضوع. نفس الموضوع. طب ايه هو سؤالي بتاع الحلقة اللي هتجاوب عليه؟ سؤالك: لماذا لم يدافع امير المؤمنين علي بن ابي طالب عن زوجته؟ لا، ما سألتش السؤال ده، مش بتاع الحلقة ده، سؤال الحلقة. لماذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سؤالك لم يقم تقول لم يقم العزاء واستبدل العزاء بالأفراح؟ أحسنت. الآن أجاوبك. يا ريت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء. هذا الخطاب لمن؟ للمشركين أم للمؤمنين؟ أنا ما سألتك للمؤمنين ولا للمشركين ولا قضية الآن. لا حبيبي، هو نفس السؤال. أنا أسألك عن علي، لماذا لم يقم العزاء على السيدة فاطمة وأقام الأفراح؟ تفضل. أنت جاوبني حتى ترى بأن يا باشا، هذا أنت الموضوع اللي المفروض في بتجاوب على سؤالي يا فيه. أستاذ، أنت اللي المفروض بتجاوب على سؤالي، مش أنا اللي جاوب على الآية. انت ما تخسر شيء، بس قل لي لا للمسلمين والله او للمؤمنين. والله ده انا عارف طريقتك وحافظها صم، ده انا ممكن امتحن فيها كل يوم واجيب 100 من 100 كمان في طريقتك لو سمحت. حبيبي سؤال يا وليد، سؤال الحلقة: لماذا علي لم يقم العزاء على فاطمة واقام الافراح وليالي الملاح وعرس ودخل بالنساء والدف اشتغل والشربات اتقدم وقعد مع الرجالة والدنيا زي الفل وكان دايما على ذمته 4؟ تفضل. انت ما تخسر شيء اذا جاوبني حتى يتبين لك بان هذه الآية في نفس الموضوع الذي تتكلم فيه. طيب ماشي، مفيش هي مشكلة. نفس الشيء، مفيش مشكلة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين إن أنا ما بسألكم عليه أجرا، أي على هذا الدين، على هذا القرآن، مش عايز منكم فلوس إلا المودة في القربة. يعني معنى إيه؟ راعوا قرابتي. نعم. والقرابة دي بتشمل ليس علي فقط وليس فاطمة فقط، ولكن تشمل جميع قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا فيها لو كانت خديجة حية يدخل فيها خديجة، ولو كانت السيدة عائشة موجودة تدخل فيها السيدة عائشة، والكلام ده كله. أيوة بقى، عايز توصل ليه؟ إذن كان سؤال رسول الله للمشركين هذا قولك. تفضل. نعم تفضل. إذا كان سؤال رسول الله للمشركين هذا قولك يا باشا؟ ده قول بعض العلماء، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنا مش عايز حاجة منكم سواء مسلم أو كافر. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني راعوا قرابتي، راعوا القرابة اللي ما بيني وما بينكم. فأدخل فيها إذا كان يكلم المشركين مش هيعمل، مش عايز. إذا كان يكلم المشركين يا باشا، كان يكلم المشركين وغير المشركين. الآية أساسا الآية في المشركين، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلصنا من القصة، غيرت الحوار، استطعت إن أنت تغير الحوار، والله ما هتغيره. نرجع بقى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لماذا لم يقم العزاء وأقام الأفراح؟ تفضل. أولا جوابك على الآية أقول لك بوم، هذا جوابك على الآية يا عم. ولا بوم ولا بومش يا عم، ولا بوم ولا بومش قدام الناس دي كلها. بتهرب. قفلت عليك الصوت. بتهرب. قول لي بقى، بتهرب من السؤال؟ لا ما هربت. خلاص اتفضل جاوبني على السؤال. لماذا علي بن أبي طالب لم يقم العزاء وأقام الأفراح؟ بقيت مسخرة أمام السنة والشيعة. الشيعة عارفين إن أنت هربت من السؤال. تفضل. والله العظيم أنت المسخرة. ماشي يا عم مسخرة، تفضل. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ عليكم بسنتي وسنة يا عم الخلفاء الراشدين. سيبك من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أنا مش عايز، مش هو ده أساسا كلامي. سؤالي هو جوابي. لا ده مش جوابك، هتفضل تسرح بيا وانا ما بحبش اللي يسرح بيا.
هتفضل تجري مش حاجر وراك. اتفضل سؤالي ألا وهو لماذا علي بن أبي طالب لم يقم العزاء على السيدة فاطمة وأقام الأفراح وليالي الملاح؟ اتفضل. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمير المؤمنين اتبع سنة عثمان، اسمع، إذا فأمير المؤمنين اتبع سنة عثمان لأنهم أحرقوا داره ولم يدافع عن زوجته، مع أن بعض الصحابة قالوا أن عجزتها كبيرة أمامه. أنا مش عافل عليك، أنا مش عافل عليك، أنا مش عافل عليك، لكن بطريقة تانية هطلعك كذاب. اتفضل اقرأ لنا عندما ضربوا عجيزة زوج نائلة زوج عثمان، كان عثمان حي. اتفضل. نعم. نعم نعم. فقالوا لعثمان عند ذلك، هذا في الكامل في التاريخ الجزء الثالث صفحة 65، فقالوا لعثمان عند ذلك اتبع إلينا قاتله لنقتله به. قال لما كن ليقتل رجلا نصرني وأنتم تريدون قتلي. فلما رأوا ذلك ثاروا إلى الباب فلم يمنحهم أحد منه، والباب مغلق لا يقدرون على الدخول منه، فجاءوا بنار فأحرقوه والسقيفة التي على الباب، وثار أهل الدار وعثمان يصلي قد افتتح طاها، فما شغله ما سمع ما يخطئ وما يتعتع حتى أتى عليها. فلما فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه، وقرأ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال لمن عنده بالدار إن رسول الله قد عهد إلي عهدا، نفس ما حصل مع أمير المؤمنين. كمل كمل بس عشان نوصل للعجيزة. كمل كمل. وكذلك أوصى أمير المؤمنين إن رسول الله قد عهد إلي. كمل كمل. فأنا طائر عليه، قد عهد عهدا فأنا صائر عليه، ولم يحرق الباب إلا وهم يطلبون ما هو أعظم منه. فأخرج على رجل أن يستقتل أو يقاتل، وقال للحسن إن أباك نذهب إلى صفحة 68 فيها نائلة. ممكن يا راجل يا اللي مش راجل، يا راجل يا اللي مش راجل، يا راجل يا اللي مش راجل، يا راجل يا مرة، يا راجل يا اللي هنلبسوك باروكة وفستان ونمشوك في الشارع ونقول هي دي المرة. أنا سألتك سؤال، قلت لك يا راجل، راجل إيه بقى خلاص بقى، أنا سألتك سؤال قلت لك اتفضل اديني الدليل عندما ضربوا عجيزة نائلة، مع إن أساسا الرواية ليس لها سند وهي مروية كده بلا سند، لكن ماشي اديني. عندما ضربوا العجيزة كان عثمان بن عفان ساعتها حي أو يستطيع الدفاع عنها، أو يستطيع الدفاع عنها، يعني مثلا مش مكبل، مش مدبوح، مش عمال ينزف والكلام ده كله. اتفضل. قال فلما خرج محمد وعرف انكساره ثار قتيرة وسودان بن حمران والغافقي، فضربه الغافقي بحديدة معه، وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف واستقر بين يديه وسالت عليه الدماء، وجاء سودان ليضربه فأكبت عليه امرأته واتقت السيف بيدها فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها وولت، فغمز أوراكها وقال إنها لكبيرة العجز. الحمد لله. شفتوا بقى يا أخوانا، أهدي الناس اللي بتقال عليها واو سين خا، يعني ضربوا عثمان الأول، ضربوا عثمان الأول وهي راحت تدافع عن سيدنا عثمان، يعني بعد ما اتضرب مش قبل ما اتضرب، وعايز يقارنها بجبنهم اللي ترك مراته اساسا تتضرب وما طلعش وما عملش اي حاجه، عايز يقارنه بينا احنا، عايز يقارنه بينا احنا. الروايه اللي هو بيتكلم فيها ويتحدى الشيعة عن بكره ابيهم ان هم يدخلوا الروايه ويجيبوا لنا ان هم ضربوا العجيزه بتاعتها قبل ما يضربوه، وان هو كان يستطيع الدفاع عن نائله ولكنه كان لم يفعل. وهل يا ترى انا حسيبه؟ والله ما حسيبه. خلصت. اتفضل بقى جاوب على السؤال، اتفضل جاوب على السؤال، لماذا استبدل علي بن ابي طالب مجلس العزاء بمجلس الافراح؟
ليش تكذب؟ ليش تكذب وليد؟ أنت تقول بعد قتله ضربوا عجيزة نائلة الغبدة الغبدة. وهي معلش 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 معلش. طيب بعد ما ضربوا العجيزة هو عمل إيه؟ قال وضرب لم يفعل شيئا يا حمار لأنه كان خلاص يا حمار. لما ضربوه طحنوه نزلوا منه الدماء وهي كبت عليه عشان تقيه ومسكت السلاح بإيديها دي مرة مسكت السيف بإيديها المرة مسكت السيف بإيديها فقطع لها صوابعها يعني المرة ديت أفضل من عليكم اللي ساب مراته تتضرب وما وقاه أي حاجة. يبقى الراجل كان فين يا راجل يا مرة؟ يلا بقى تمشي يلا خلاص كفاية عليك كده. والله دينهم مفضوح يا اخوانا دايما سبحانك يا ربي دينهم مفضوح دينهم مفضوح دايما دينهم مفضوح. المرة وقت زوجها اللي ضرب بعد ما زوجها اتضرب بتقي زوجها يعني خلاص بقى انكبت عليه يعني بتغطيه انكبت عليه بتغطيه عشان تقي بقية الضرب. فلما بنكبت عليه مسكت السيف فالسيف قطع لها صوابعها. وعلي يوم عايز يقارن بعلي نوم اللي ساب مراته تتضرب وما حرك ساكنا ما حرك ساكنا لحد ما اتضربت جاي يقارن ده بده جاي يقارن ده بده. لا انت المفروض ما تعملش مقارنة ما بين عثمان وما بين علي ده انت تعمل مقارنة ما بين نائلة وما بين علي لان عثمان اتضرب خلاص. فالمفروض تعمل مقارنة ما بين دفاع امرأة عن زوجها ودفاع زوج عن زوجته. حلوة صح؟ حلوة المقارنة ما بين تبقى ما بين نائلة وما بين عليكم. دي ازاي خافت على جوزها ودي وده ازاي ترك مراته. والله يا اخوانا ساعات احس ان في حسابات اي نعم هو الاتصال بتاع من العراق لكن ساعات احس ان الحسابات دي بتدار من هيئات كبرى وانتوا عارفين الهيئات دي فين عشان بس البث ما يتقطع ولا الحلقة تتحذف. والله العظيم لان ما اتخيل ان في بشر كده يستميتوا على تضليل الناس وقول الباطل وهم يعلمون أنه باطل ويقولون باطل ولكنهم يستمينوا بعض قلوب الأغبياء.